ما هذا الذي أمامك يا مولاي؟ هذا؟ نعم هذا هذا هذا. أتتغابى يا أبا وهب؟ ألا تعرف ما هذا الذي في الطبق؟ أعرف اسمها لكنني لا أعرف طعمها. خذ واحدة تذوقها. يا ويو. إذ أرسلنا إليهم اثنين. خذ الثانية. فعززنا بثالث. خذ الثالثة. فخذ أربعة من الطير. خذ الرابعة، والله لأسكتنك. يقولون خمسة سادسهم كلبهم. أتريد خمسة أو ستة؟ لازلنا بالخمسة يا مولاي. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. جعلناها ستة، ولا أظنك ستجيد بعد ذلك. تمهل يا مولاي. خلق سبع سماوات طباقا. خذ السابعة. ثمانية أزواج، وكان في المدينة تسعة رهط. أخذت التاسعة، وبعد؟ تلك عشرة كاملة. وهذه العاشرة؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا. ما الذي تحمله بعد؟ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. هل انتهيت أو عندك المزيد؟ إن أردت يا مولاي أكملت إلى أن أقول لك: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وصلنا إلى المئتين؟ خذ الطبق كله. الحمد لله الذي جعلك تقف إلى هنا، وإلا قلت لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. عندها يلزمك كل التفاح الذي في المملكة. نعم.